السلام عليكم المشاهدين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، امورك هانيه، اموركم هانيه وفي احسن الاحوال. اليوم غندير فيديو تجميع البقول. اليوم غنجمع البقول ومقطعه ومغسله ومطيبه. المهم غتشوفوا معايا الفيديو كله من الاول حتى الاخر. في هذا الفيديو غيرافقوني الاخوات ديالي مريم وايمان، ابتداء من الفيديوهات المقبله غيبقاو يرافقوني فيها كلها. قولوا البنات شي كلمه للمشاهدين. السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم. ابتداء من اليوم غادي نكون انا والاخت ايمان كنشاركوا الفيديوهات مع الاخت هاجر، وغادي تشوفوا في هذا الفيديو ديال غادي نقصوه البخول، غادي نجمعوا البخول ونقطعوها ونطيبوها، وشاهدوا معنا الفيديو حتى الاخر. ومعايا الاخت ايمان، الاخت الصغيره نبدا ملي غادي نخرج نشوف فيها. السلام عليكم مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيان. من هذا النهار غتبقاو تشوفوني انا والاخت ديالي مريم مع الاخت ديالنا هاجر في اي فيديو جديد. المهم ما تنساوش الا عجبكم الفيديوهات ديالنا ديروا ابوني، لايكات، تعاليق، بارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم ودعمونا بزاف بزاف بزاف. الشهر ما غاديش يكفينا، صح؟ هاد البقوله راها قريه مع الشتا اللي طاحت دابا، هاكم راها مازال قريه، راه طالعه جديده. وينه هاد؟ يلا قطع قطع. هانتوما كتشوفوا شحال جمعنا؟ مازال غنجمعوا حيت هادشي ما كافيش. هانتوما كتشوفوا البقوله غادي نجمعوها ونغسلوها ونقطعوها ان شاء الله وغادي ناكلوها. يلا سير هاجر. بركة ولا نزيدو؟ زيدو. بركة بركة لا بركة. هانتوما كتشوفوها طرية ونقية. شوفو تبارك الله، شوفها شوفو تبارك الله. شوفو زيدو هاجر، قطع هنا شوية. قطع مزيان باش غنمشيو نغسلوها ونقطعوها ونديروها طيب ان شاء الله. غندير لكم الطريقة كيفاش كطيب، وغادي نوريكم الطريقه ديال الغسيل ديالها والتقطاع وكيفاش كنطيبوها. المهم نتوما غتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر وغادي تعرفوا كل شيء. زوينه وصحيه هي. يمكن هذا بارك علينا. لا صافي بارك تبارك الله. غير اكتفوا غير بهذا الشيء حيت هنا كثير تبارك الله. فاش كتقطعها كتعطي تبارك الله كميه كثيره. تبارك الله. دابا غنديوها نغسلوها ونقطعوها. ها هي يلا. دابا غنطلع للدار نمشي نغسلها في البيت حيت الماء ما كاينش في الدار. المهم هانتوما شوفوا شحال جمع ديال البقوله. دابا غنمشي للبير نغسلها حيت ما عنديش الماء في الدار. المهم نتوما تبعوني. جبت السطل والشبكة. هنا السطل والشبكة نغسلوها ونقطعوها ونديروها طيب. يلا سير. المهم دابا حنا وصلنا للبير، هذا هو البير. دابا غنجبد الماء. يلا جبدها ايمن، جبدها هاجر الماء. هاد الحجرة درتها باش يطلع لي الماء حيت الماء درتها ما غيبغيش يتعمر لي الماء. السطل خفيف والماء في البير ما يبقى السطل فوق الماء. عطيني حاجة. المهم هاني جبدت الماء. ها
زيدوا شويه زيدوا شويه. صافي يمكن غير هادشي اللي ما بعرف. لا لا زيدوا شي صافي. البير ما فيهش الماء بزاف. الطبيعه كي دايره الزرع الشميشه اجواء زوينه بزاف بزاف في العروبي. مع هذا العام الشتا ناقصه بزاف ما كاينش الماء قليل. ها نتوما كما كتشوفوا السطر كيطلع فيه غير واحد الشويه. هادشي هاد الماء راه ديال العام اللي داز. اما هذا العام راه ما طاحت الشتا الكافيه باش يكون الماء. هادشي علاش كاين غير شويه ديال الماء. نزيد ايمن زيد هذا شويه الماء. هذا الماء ما كافيش. هاد البقولة ما كتحسش الماء بزاف حيت هي نقية. زيد هاجر واحد شوية د الماء. زيد بركة بركة هاجر بركة هاجر جايبين لكم غير شويه الماء في التحت. هذا البير فاش كتكون الشتا تبارك الله كتكون يعني كيكون عامر وكيبقى يخرج الماء من هنا كيخرج عليه. ولكن هذا العام ما كاينش. المهم غنغسلوا دابا البقوله. يلا غسلوها مزيان ونديوها باش نقطعوها. شوف الغدا ربما يتحرق فوق البوطه. صافي نتوما كملوها وغسلوها مزيان وجيبوها. صافي المهم انا مشيت راه عندي الغدا ربما يتحرق. يلاه كملوا نتوما واجي. صافي جيبوها المهم انا ساليت بالغسيله يعني ساليت غنهزها وغنمشي للدار نقطعها. ها نتوما معانا حتى الاخر غنديرها حنايا باش ما تطيح لي مع الطرق حيت هاد الشبكه صغيره. اجي ايمن تهز معايا. اييه خلينا نمشيو الصحران نشدو على الغدا.
شنو هذيك الدجاجه؟ المهم كيف ما تعرفوا فصل الربيع معروف بالربيع والبقوله، البقوله فصل الربيع تكون موجوده. المهم وهاد البقوله هذه بقى طريه وبنينه كتجي صحيه هكا. انا مقدله وهي قطعت، حيت انا عمري قطعت الصراحه ما نعرفش نقطع، انا غير كنقدله. ايوا هادشي اللي كاين، هذه هي البقوله وكتجي بنينه الصراحه، انا هذا عجبني بزاف بزاف. دائما شويه رقيقه. اي هو فا غادي غير كبيره هكاك. المهم انا عمري قطعتها، غنحاول دابا نقطعها ونشوف اول مره. نتمنى ما نقش يدي بموس، نتمنى حيت ايمان ومريم يعرفوا يقطعوها، ممكن يقطعوها دائما، ولكن انا عمري ما قطعتها، غنحاول دابا اول مره. نتمنى ثم شوفوا ايمن كيف دير التقطع كتزرب، انا غير بشويه حيت ما كنعرفش هادشي. اجيني غير الصراحه ما عرفتش كنعطي هادشي لايمن. نقص منه الى جاك بزاف. صافي ها هو ماشي عندك هذا الخطأ.
قد مازال ما قديش هو قد وطني قطع ايما رقيقة اي ولا عارفه ايما قطع غليظه ما كون ما اعرف لا ما نعرفش انا زيد زيد ايما رقيقه شويه نزيدك من زيد لي شويه هادي شارفه غحيدو قال لها قطع ايما خصك دير غا الصغيره باش ماشي شي يطيب وشي يبقى بلاش خصك غير الصغيره هادي واش كلها طيب واحد حقه وحده ايه يا لالا مولاتي شغل يا غاده انا نضربكم نضربكم بالشعبي هاك ودابا صافي بارك عليا ايمان قطعت هالشي هذا هذاك ايمان تضيعو انتينا انا قربتو لك انت تصاوب لا هذا خسرته مريم ماشي انا شمن انا الله يهديك ايمان هو ما انا ما خسرتش شيء انت اللي قلت انا مخسر وزربو زربو لا على ها لا سالي تا المغرب سالي مريم غير شويه وغادي تمشي حيت عندها الشقه تكون زينه نكمل على نكمل الغدا باش نتغداو شحال الحال اصلا انا جاني المد اليوم كنديروا الدجاج للغدا المهم دابا نصور لكم الفيديو كيفاش نشارك معكم الغدا اليوم هي بلالا مريم ايوا لالا مريم ماشي حاجه صحيح انا ما نعرفش نطيب اليوم طيب واه تعرف تعرف ما تعرفش طيب المهم مريم دابا اليوم اطيب الدجاج دابا نصور لكم تشوفوه وانا طيبت لكم الدوار راكم شاركتها معكم شفتوها بقى غير ايمان خصها تطيب شي حاجه ضروري وشربوها معنا فوقاش طيب في الدوار هذا الدوار ديال العيد راني شاركتها سريد سريد ما عرفتوش حتى انا سكسو بحال هكا راكم عارفه اول مره باش تطيب سريد درت سريد ايوا ضروري راكم عارفه واخا هكا البنه في اليدين البنه البنه في اليدين شنو ما بيت
البقوله انا غير هالشويه اللي في يدي ديما هي اتقطع. هانتوما كما كتشوفوا انا راني ذبحت قصي يدي بالموس، داكشي علاش جبت هذه باش نقطع عليها اري مانطا كملنا عمرنا هذا انها ما بقى والو غير الطياب وغنشارك معكم الغداء ديال المريض كيفاش من بعد ما غسلنا البقوله وقطعناها هانتوما كتشوفوا معايا دابا غنمشيو نطيبوها. هاني دابا غنديرها الطيب غنديرها فوق العافيه الطيب. هانتوما كما كتشوفوها هذا الكسكس ديال الطين، ها هو ديال الطين، ها شوف البقولة كي دايرة، دابا غندخلها نديرها طيب هنا في واحد البرمة ديال على العواد، هانتوما تابعوا معايا، هانتوما شوفوا كيف كندير لها، الما كيكون سخون وغليان، صافي دابا ندير لها هكا، صافي، من بعد ما غطيب عاد نحيدها. ولا كنشوفوها كيخرج من هنا نديرولو شي حاجه المهم شي قفال باش ما يبقاش باش داك الفوار يطلع في البقوله وطيب دغيا. هكا ها هما نزيدو شويه العواد صافي ونخليوها طيب من وين نزلق القفل. يلا دابا نديروا هذا ونديروا له هذا القفال هنا باش ما يخرجش داك البخار، داك البخار ديالها يطلع فيها باش طيب. اما الا ما درناش هذا يبقى يخرج مع الجناب داك هذا البخار وما غطيبش. صافي هاني درت دابا هذا هذا القفال هاكا ندير هنا عندها حتة كبيرة صافي دابا هاهي هنا ولات ونغموها بواحد الميكرة
باش يبقى باش طيب مزيان. نبلور هاد الميكا كيفوق هكا. صافي ومن بعد غيطلع فيها هاد البخار مزيان. المهم هكا شي ساعة وطيب، خصها هكا غير شي ساعة باش طيب. صافي ونحيدوها نديوها ونديروها نشحروها مع شوية ديال الثومة والكمون والحرور وزيت العود والقصبر شوية ديال الربيع. من بعد ما طابت البقولة جبناها، صافي نقطعو الثومة والربيع ونديرو في هاد المقلة، نديرو على شوية ديال صافي. حنا درنا هنا في هاد المقلة هداك الربيع اللي دقينا، نزيدو عليه شوية ديال الزيت، زيت العود، شوية الكمون، هو شوية الحرور، شوية الحرور، ولا شوية الحرور، شوية الملحة، ولا شوية الملحة. صافي وغادي نشحرو هادشي على البوطة ونديرو عليها. ها هي البقولة ديالنا، هي وجدت، نديروها في التبصيل. ها هي واجده بنينه هاد البقوله، كما الريحه ديالها كتكون بنينه. صافي ورفقوها بالزيتون حامض. هاد الزيتون هذا مصيب في الدار، صيبته على يدي. دابا نتسناها جار تجي. صافي هاني دابا ساليت، نتسنى غير هاجر تجي باش نتغداو. هاجر مشغوله شويه، نتسناها تجي باش نتغداو. ها شوف البقوله كي كتجي. المهم هذا هو الغداء مريم، هو وجد الدجاج الفريت. هاد الزيتون هذا مصوبه الوالده في الدار، صراحة الغداء باينة عليه بنين. بنين مريم اصلا كتعرف طيب، غير كنضحك وصافي. المهم نهاركم مبروك بالصحه والراحه، غنمشيو نتغداو بسلامه.